واحنا رفضنا واضح ورفضنا اليوم من ذي البدايه. انا قلت لك اليوم الموضوع هي ما عالج المشكله الاساسيه اللي هو اليوم التدخل التركي، اكو ذريعه للتدخل والتوغل والقصف مثل ما تفضل الاستاذ، واليوم اكو انتهاك لسياده العراق من قبل الاتراك، وليش اكو هناك قوات في 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 جبل سنجار ما عالج هذا القرار التاريخي اللي وصف بالتاريخي؟ نص عليها صراحه؟ لا 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 جاوبني شلون؟ لا منصوص عليه بالاتفاق، شنو هي خروج الباكاكا من قضاء سنجار وليس من جبل سنجار؟ هو الجبل تابع للقضاء، بس الجبل وين؟ بس بس بس, بس الجبل هذا الجبل يفصل الجزئين، هو داخل ست خالده، الجبل ما زالت تتمركز به هذه القوات، فعلى الحكومه الاتحاديه أن تفرض سيطرتها. يعني تقدر هسه انا اقول الحكومه تقدر هذا الشيء اذا هذا يحقق هذا المطلب، ف غير تعينوها، غير انت غيركم مبدا سياسي. احنا عزيزي شنو وياها وانتم عزيزي بيانات الرفض اول ساعات الرفض؟ ليش اجى الرفض؟ اصرارهم على البقاء انتم حررتوها خلاص، يعني الناس احنا ما متواجدين بالمناسبه، والان تستلم قوات شرطه دكتورة اتحاديه وجهاز امن وطني. احنا اللي ارجو نميز بين الحشد وبين الاحزاب. لا انا هسه ما احكي عن اي الحشد، بس شنو اصرار القوى اي جهه دكتورة، اي جهه مسلحه شنو اصرار على البقاء دكتوره؟ دكتوره شنو اصرارها على البقاء؟ احنا نريد ما نحكي على هذا الموضوع. هسه جبل منو بي؟ البكك موجودين بي. البكك منو جابه؟ جابه اليوم هم صار لهم سنين موجودين بهذا. مو جاي تقول لك انت الدعمي يا لا هسه شنو الدعم؟ غير انا اقول لك حركه ارهابيه، شلون ادعمها؟ ادعمها واوصفها بالارهاب؟ شلون منطقها؟